طيب يا استاذ احمد، نقطه مهمه اتكلم عنها استاذ احمد، انه في جبهات تانية يمكن غير جبهه لندن يعني، والجبهه الموجوده في اسطنبول في امريكا اللاتينيه وما شابه، وفي بعض اماكن في اوروبا. هل كلها متفقه مع جبهه لندن يا استاذ اسلام؟ بص حضرتك، هو احنا خلينا متفقين ان جبهه لندن دي الكوادر اللي فيها تنظيم ايه؟ الدولي. الدولي ايوه. فدول علاقتهم بافرع الجماعه قويه الموجودة في بقية دول العالم، فلذلك هي ايه يعني واخدة دعم من ايه من بقية افرع. عشان كده بقول لك في سابقا، لما قلت سابقا ان ايه معترف بيها داخل افرع التنظيم الدولي، فبيقدموا لها لكن الدعم. جبهة محمود جبهة محمود حسين ليها ارتباط اوثق بالداخل، لان محمود حسين كان عضو مكتب، هو حتى هو بيتباهى بذلك، بيقول انا الوحيد العضو مكتب ارشاد، الناس الثانيه ما فيهمش حد عضو مكتب ارشاد، وليه فترة كان عضو مكتب ارشاد، فهو صلته بالداخل المصري اقوى، يعني اللي هو التنظيم اللي كان داخل مصر يعني اقوى من اللي هم فين اللي طول عمرهم بره في التنظيم الدولي. اللي في التنظيم الدولي عندهم الخطوط العريضه للايه للتحركات اللي هنا في الداخل، يعني ما عندهمش التفاصيل الدقيقه اللي ايه اللي زي عند محمود ايه حسين، لذلك هو هيظل يناكف. لكن طبعا زي ما قلنا ان جبهه لندن هي الاكثر قوه في الآن داخل الجماعه، يعني قوه من لما حبينا نوصف، يعني احنا دلوقتي عندنا ثلاث جبهات: لندن، محمود حسين، اسطنبول اللي هي محمود حسين، والكماليين اللي هي بتاعه الكماليين الشباب هنتكلم اللي هي عنهم، محمد منتصر ويحيى موسى وما الى ذلك من مجموعات الشباب. طيب بالنسبه للناحيه الدوليه، لا لندن اكثر اعترافا في الناحيه الدوليه. نيجي النقطه زي ما قال الاستاذ احمد، فكره انه صلاح عبد الحق في بيانه قال ايه بقى؟ قال انا عاوز اعمل على اعاده صوره الاخوان، فعاوز يعيد الصوره اللي هي ايه الذهنيه اللي كانت عن الاخوان. وخلي بالك هو جاي عايز من يعيد إيه؟ الصوره الذهنيه اللي هي احنا جماعه قواعد إيه الجماعه ولا للشعوب يا استاذ اسلام؟ ايوه، ما انا بقول لك عايز يعيد الصوره الذهنيه لمين؟ لا، ان الصوره اللي كانت يعني مرسومه اعضاء جماعه لثورات الربيع ما عرف يعني قبل اللي هم شاركوا في احداثها كورقه ل يعني تدمير توظيفيه زي ما قالوا استاذ توظيفيه، انه عايز يعيد الصوره اللي كان فيها تعاطف من الشعوب عن عن هو عايز يخاطب هم الشعوب بقى جماعه ربانيه وان هم ناس بتوع ربنا وانه الصوره دي، وخاصه ان هو جاي من قسم ايه التربيه والدعوه، فحاول ان هو ايه يركز على الفكره دي، فكره ان احنا ناس ايه ربانيين. طبعا هذا ينافي الواقع بدليل هل في جماعه ربانيه يجي مجموعه من القيادات ينتخبوا واحد ما بين قوسين، يعني ينتخبوا، هو مفيش انتخابات اصلا داخل الاخوان يعني، ده كلام بس ايه بيتحكوا بيه على الشباب الصغير، لكن هو بالاختيار بالامر المباشر احنا عاوزين فلان يبقى هو فلان، وهو مجموعه من القيادات اللي هي ايه فوق خالص اخترنا ده يبقى هو ده. انه تيجي جبهه اسطنبول تعمل بيان وتقول ايه بيان، يعني بيشتموا في بعض، بيقول يعني دول لا يمثلوا الاخوان ودول مش هم احنا الاخوان، واحنا وانا القائم بعمل المرشد وانا انما بتوع لندن دول ما لهمش اي لا محل لهم من الاعراب. فتخيل جماعه ربانيه قيادتها بهذا بتنفي الشكل، الشرعيه عن بعضها البعض بقى. ايوه، ازاي ربانيه؟ اديني ازاي انت بتقول الله غايتنا والرسول قدوتنا، وانت وانتوا بتشتموا في بعض وبتتصارعوا على المناصب والكراسي والاموال، يبقى ازاي دي ربانيه؟ يعني انا بوصل الكلام ده للشباب اللي لسه يعني مضحوك عليه ولسه يعني ايه حاطط في ذهنه ان ايه ان الاخوان الاخوان الاخوان. ما تبص يا حبيبي، بص اذا كانت قيادتك اللي هو اعلى هرم في سلطه الجماعه بهذه الاخلاقيات، يبقى انت هتنتظر ايه؟ يعني حتى ده يؤكد لنا فكره ان الحاجه اللي بتتباهى بها دايما جماعه الاخوان، واحد بيقول لك احنا ايه احنا عندنا فكره التربيه، طب ادي اهو التربيه، التربيه انت على جيت لنا ايه اغتنام الفرص، انت جيت لنا سقوط الأموال. اخلاقي صحيح. السقوط الاخلاقي ده يعني يديني مؤشر ان ايه ده، ان دي لا جماعه ربانيه ولا تعرف حاجه عن الربانيه يعني. صحيح صحيح.